باب حديد، سألنا واحد عايزين نخش كم وزارة البترول المهمة دي اللي هي باب حديد، خبط على الباب، قلت له خبط فين الباب؟ قال لي عرفني نفسك الأول. أحمد حسن. أحمد حسن. اتفضل. خبطت على باب الحديد، تلاقي الواحد من ورا الباب الحديد مش فاهم، ما طرحوش زي حديد كده، طلعني وراه. قلت له أنا معايا شكوى عايز أقدمها. راح قعد 10 دقايق وبعت لي واحد من ورا باب الحديد برضه. شكوتك ايه؟ قلت له انا عايز اتكلم مع حد، عايز اشوف حد اتكلم معاه. قال لي والله عايز شكوى دهاني. قلت له ادرك ازاي؟ طب انا عايز اتكلم مع حد، محتاج ان انا اتكلم مع حد اعرف او عايز اوصل صوتي. قال لي لا احنا هو بناخد الشكاوي. المعتصمين بقالكم قد ايه؟ النهارده اليوم ال 71. بعد 71 يوم جاي وزاره البترول ما قابلتش حد؟ لا لا، المفروض ان وزاره البترول هي اللي تجيلي مش انا اللي اجيلها. يعني المفروض ان هي منشاه مسؤوله عني. انا مش شغال في شركه معينه، انا شغال تحت اداره وزاره معينه. المفروض ان الوزاره بتاعتي هي اللي تجري عليا مش انا اللي اجري عليها. لما تبقى عندها مشكله او عندنا مشكله هي اللي تجيلي تقول انت مشكلتك ايه، ولا مش انت واحد اثنين. لا ما حصلش كده، انا اللي بجري عليها وللاسف انا مش عارف اوصل لها. ما عرفتش تدخل الوزاره؟ ما عرفتش اخش اساسا، ما عرفتش بابها، مش عارف اخشها. الباب ذات نفسه ما خفت. ما عرفتش توصل؟ لا ما فيش. قدمت شكوتك ازاي؟ عن طريق السلك الحديد. السلك الحديد؟ اه. وفي الاخر هو اداني، قال لي روح دوري المظالم. يوم الثلاث الساعة حوالي 7 كان بقالنا في الاعتصام يجي 30-35 يوم. فاتفاجئنا لقينا مجموعة من العرب الملثمين كده داخلين علينا ماسكين أسلحة قوالي وشوم وجنازير وكده. فاتفاجئنا إن البوابة اتفتحت بكل سهولة، وكان مدير أمن قطاع السخنة واقف وهو اللي بيشاور لهم افتحوا البوابة للناس تخش. كنتوا معتصمين جوه السور؟ جوه الشركة. فالبوابة اتفتحت كده بكل سهولة والناس دخلت عادي مفيش أي مشكلة. ولا حد قال لهم رايحين فين ولا اي حاجه. وكان موظفين واقفين يعني مش في المكان دوت، يعني مكان البوابه في موظفين طلعوا يوقفوا، بس ده البوابه مش مكانهم، بس طالعين يتفرجوا. حتى هم بيستغربوا احنا طالعين هنا ليه، هو في ايه؟ يعني هو استدعى الناس عشان تتفرج عليه؟ ده مين ده؟ حصل ده من الشركه، اداره الشركه بقى، رئيس مجلس، رئيس قطاع السخنه، ما نعرفش بصراحه التحريض جاي من مين بالظبط. بس فالناس انت فوجئت بالموظفين واقفين بيتفرجوا عليك؟ واقفين الساعه 7 مستنيين حاجه تحصل. تمام. الحاجه ديت كانت عربيات نص نقل نزلت وفضت الناس العرب البلطجيه دول ودخلوا بالاسلحه وبتاع، والبوابه اتفتحت لهم عادي في وجود عمرو اللمبودي. ودخلوا ضربونا كلنا وكسروا اليوفق بتاعتنا. احنا سايبينكم هنا 30 يوم بمزاجنا، تقعدوا مؤدبين مش عارف ايه، يعني انت بتتكلم باسم الشركه. فاحنا عملنا بقى محاضر ان مين اللي محرض الناس ديت، فعملنا المحاضر في اداره الشركه. محضر رقمه 518 ده بتفويض مننا كلنا المعتصمين، عملنا محضر في إدارة الشركة بالتحريض، والمحضر لسه يعني هو في النيابة ومتابعينه. لكن الشركة عن نفسها ما عملتش أي نوع من